ما تعتقد لماذا هنا إيران تريد أن تتدخل عسكريا وبقواتها النظامية في سوريا، لكن لم تفعل هذا أيام حماس غزة والضاحية الجنوبية في بيروت؟ شلون تقدر تعطيني وجهة نظر لما يجري، وهل إيران محقة في هذا؟ سألتني حضرتك عن إرسال إيران إلى قوات إلى سوريا. أنا أستطيع ومن هنا أن أؤكد لحضرتك، لن تأتي قوات إيرانية إلى سوريا للأسباب. لن ترسل إيران قواتها إلى سوريا. كل ما سترسله وستشجع هي الفصائل الإيرانية العراقية، هي التي سترسلها إلى سوريا. لن تعد تستطيع الاعتماد على حزب الله الآن في لبنان، لأن حزب الله تلقى خسائر كبيرة وضربات كبيرة وأصبح نوعا ما خارج المعركة، وهو بحاجة إلى وقت طويل من أجل إعادة تشكيل بناء نفسه. هذا أولا. ثانيا، لماذا؟ لأن إيران لدى يعني ما يخزون الضيوف، إيران تحارب بالشعب العربي وبكل العرب ولا تحارب بجيشها.